في مشهد يزداد انقساما وتعقيدا وتتسع فيه الفجوة بين فصائل المقاومة بتعز، يعود الخوف مجددا من تنامي دور الجماعة المسلحة على حساب الجيش، ويزداد التوجس أيضا من غياب دور مؤسسات الدولة. في الجديد أفاد مصدر في إدارة أمن تعز باندلاع اشتباكات بين فصيلين مسلحين. الاشتباكات وبحسب المصدر قامت بين أفراد تابعين لكتائب أبو العباس وأفراد تابعين للواء الصعاليك. وأمام اشتداد وتسارع وتيرة الاشتباكات شكلت السلطة المحلية لجنة للتهدئة. اللجنة وبحسب السلطة المحلية مكونة من وكيل المحافظة لشؤون الجيش والأمن وقائد الشرطة العسكرية ومدير الأمن السياسي، فيما يظل السؤال قائما حول إمكانية أن تحتوي اللجنة هذا الموقف. الصورة المتقلبة في تعز وإن لم تكن بجديدة إلا أنها أعادت الأنظار إلى حجم اتساع الهوة التي سببها طول أمد المواجهات المسلحة مع تحالف الانقلاب، بالإضافة إلى عدم وجود حسم كامل للملف العسكري داخل المدينة المحاصرة. فعلى الرغم من وجود أوامر رئاسية منذ عام بدمج جميع فصائل المقاومة في الجيش، إلا أن هذه الخطوة بحسب مراقبين لم تحقق مرادها، أو أنها لم تلقى رواجا في الواقع الذي بات يقاد من قبل جماعات مسلحة تختلف انتماءاتها وتتعدد أشكالها. لا يزال الانفلات الأمني في تعز هو سيد الموقف، فلم تتسبب الانقسامات السياسية في خلق فراغ مجتمعي فقط، بل أنتجت انقساما مسلحا أيضا، وهو الأمر الذي أثر وما زال يؤثر على استقرار تعز وأداء أجهزتها الأمنية.